ورجعنا لحضراتكم تاني وحلقتنا كلها بطولات بطولات. هو مش شرط تكون البطولات في الرياضة، لكن البطولات في العلم أيضا. 40 دولة على مستوى العالم في تايلاند بتنافس في مسابقة دولية في الروبوتكس، وال40 دولة دي بتشارك ب 3 أو 45 دولة كمان، 3000 مشارك. ويمكن المسابقة توقفت فترة، كانت بتعمل أونلاين يعني نتيجة لظروف كوفيد، وعادت مرة تانية في تايلاند، والمسابقة أقيمت من 10 إلى 16 يوليو. الحمد لله التيم بتاعنا تيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فاز بالمركز الأول على مستوى العالم، الذهبية. الذهبية هنا مصرية، كسبنا الأولمبياد. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونرجع تاني نكمل كلامنا. Okay, so for the OP champion team, right, first place go to AASTIT. معانا دلوقتي على الهواء مباشرة من تايلاند الفريق المصري الفائز بذهبية العالم أو بطولة العالم روبو كاب في صناعة الروبوتكس، متفوقا على 45 دولة في العالم، فريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ومعانا أيضا المهندس كريم يسري وهو الممثل الإقليمي للمسابقة، والمهندس محمد السيد مهندس بكلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع العالمين. مهندس كريم ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ طب احنا عاوزين نقول للشباب مبروك، انا عارف انه حضرتك لازم بتوصل لهم لانهم مش سامعيننا مباشره، بنقول لهم مبروك ومصر كلها فخوره بيهم. اه تمام والله، هم يعني عارفين حضرتك يعني، هو بيقول لكم مبروك يعني، اقول لحضرتك الله يبارك حضرتك. مهندس كريم كلمنا عن المسابقه الاول او ظروف المسابقه نفسها. طيب اه يعني باختصار كده بس، هي المسابقه بتاعت روبو كاب هي واحده من اكبر مسابقات الروبوتكس اللي بتتعمل كل سنه. المسابقه بدات في 97 في اليابان، وقعدت اول 3 سنين هناك، وبعد كده بدات تتنقل كل سنه في دوله. الهدف كان الاساسي ان هم عندهم حلم كده ان 2050 يكون عندهم فريق من الروبوتس يقدر ان هو يلاعب فريق من منتخبات، ويعني في ماتش كوره قدم حقيقيه، وان هو يهزمه بس. وبعد كده الموضوع بدأ يتطور واحدة بواحدة، بقت مش كورة بس، بقى في مسابقات للكورة ومسابقات للريسكيو أو للإنقاذ ومسابقات تانية. وبعد كده بدأت يدخلوا طلاب المدارس كمان في المنافسات بتاعتهم علشان يستغلوا الأفكار اللي بتطلع والحاجات دي كلها في إن هو إزاي يستفيدوا منها، وإن هو لما يدخل جامعة يقدر يكمل. إحنا بدأنا في مصر المسابقة من 2015، كانت أول سنة، وكان عندنا فرقة تأهلت للصين، وبعد كده السنة اللي بعديها ألمانيا، اليابان، كندا، استراليا، وبعد كده كان المسابقه توقفت سنتين الى ان احنا رجعنا السنه دي. السنه دي عملنا التصفيات بتاعت مصر، كان عندنا تقريبا 200 فريق من طلاب المدارس، دول اتاهل منهم 5 فرق ان هم يجوا المسابقه او المسابقه الدوليه هنا في تايلاند، بس اللي قدر يوصل منهم كان فرقتين بس، وكان عندنا فرقتين في الطلبه بتاعت في مسابقه الجامعه، ودي كان اول سنه مصر تشارك فيها، اللي هما الفرقتين من الاكاديميه البحريه. فده كان الملخص بتاع الحاجات كلها. المنافسين مين يا باشمهندس؟ يعني احنا الدول اللي قدامنا كانت مين؟ احنا بنتكلم في 45 دوله على مستوى العالم يعني. احنا يعني الطلبه بتاعت الجامعه كان عندنا المركز الاول من مصر، الثاني من ماليزيا، الثالث من المكسيك، كان عندنا فرق تانية موجودة من كولومبيا ومن أسبانيا ومن الصين ومن اليابان ومن تايلاند طبعا. احنا تفوقنا يعني على الصينيين واليابانيين، يعني احنا جامدين برضه هو باشمهندس اهو. يعني الحمد لله الحمد لله. طب انا عاوز وانا معاك كده، معلش انا اسف اذا كنت بقاطع حضرتك، لكن لازم ندي لكل حقه. يعني الفريق الفائز بالمركز الخامس فرح السوسي، ولا السنوسي يا باشمهندس؟ فرح السوسي. هو لا هي فرح السوسي واميره ابو اليزيد وندى محمد وعابد سلطان وعابد ومحمد ونور الدين ابراهيم، صح كده؟
بالظبط بالظبط كده، لازم يبقى طبعا الفريق اللي يعني كان عشان نبقى فخورين، دول معانا الذهب يعني، السلام الوطني بتاعنا المفروض يعني في بالظبط. المسابقات اللي زي كده بيتقال السلام الوطني ولا بيعلنوا الفايز بس الاول وغيره؟ لا هم، لا هم يعني في الروبو كاب هنا، لا هم بيعلنوا الفائز بس كفريق فائز يعني. بس طب هل ده كان الفريق اللي حايز على المركز الخامس، اوكي ومعانا برضو في الفريق اللي كان كسب المركز الاول مظبوط في اللي هو مين؟ مسابقة الجامعات، اللي هو عمرو شباسي تمام، ودينا اشرف وفرح وفرح عمرو. عمرو، صح كده؟ بالظبط يعني صح احنا كده، بالظبط طالعين اول وخامس. ها احنا طالعين اول وخامس في مسابقة الجامعات ومسابقة المدارس، بس هو يعني الفريق المصري اتحرك لمصر فما كانش موجود دلوقتي. عندنا فريق من مدرسة مواهب كان اخد المركز الاول في مسابقة الريسكيو ميس الله، ده سيطرة بقى، ده احنا ده. مسيطرين قوي يا باشمهندس. لا يعني الحمد لله، الله، فدي السنة دي ان احنا راجعين بثلاث كؤوس، فدي حاجة كويسة يعني. يعني حاجة عظيمة. ممكن بقى يا باشمهندس توصلنا بحد من الشباب او البنات عشان نحتفل بيه تمام ويقول لنا كمان المشروع بتاعهم اللي فاز ايه هو؟ يعني فرح خلاص او تمام، دينا ثانية او ما عمرو. دينا مع حضرتك اي ثانية دينا، واحدة بس. دينا سامعاني؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله، ألف صوتي مبروك على ممكن الذهبية. سامعاني؟ أنت مال صوتك يعني، صوتك ضعيف ليه كده؟ ما تعلي صوتك يا دينا، ده أنت معاكي ذهب يعني. يعني صوتك حضرتك يجيب آخر سمانجا؟ الدنيا الحمد لله. سامعاني كده؟ الحمد لله. سامع حضرتك كويس، ألف حضرتك ألف سامعاني؟ ألف مبروك يا دينا، وإحنا كلنا فخورين بيكي وسعداء بيكي وبالتيم، معاكي فرح ومعاكي عمرو. دينا قولي لنا المشروع بتاعكم اللي فاز بالمركز الأول كان عبارة عن إيه؟ هو احنا الروبوت بتاعنا عبارة عن روبوت بيسيرف في البيوت، يعني بيخدم الناس في البيت، بيساعدهم في أي حاجة هما محتاجينها، زي ان هو ممكن يقدم ممكن أكل أو مشروبات للضيوف، وممكن ان هو ينقل شنط من مكان لمكان وحاجات تانية كتير قوي، يعني أي الله حاجة الله، ده انت ممكن ده يعملها في البيت ده يعني. انت الستات في مصر هيعملوا لك تماثيل يعني. احنا ده الروبوت ده اللي احنا شايفين منه ده النموذج الاولاني بتاعه صح؟ ايوه، ده يعني البروتوتايب الروبوت يعتبر. ده بقى يساعد بقى في خدمة في يعني في الاعمال المنزلية. ها ايوه بالظبط، الله، هو بيعمل ممكن ايه بقى؟ هو قولي لي يعمل بقى كذا حاجة في البيت المهام بتاعته ايه؟ يعني. حضرتك لو شايفه، هو في انا حاجة شايفه. شبه دراع كده، بيبدأ يشيل مثلا يعني مشروبات او مأكولات يقدمها للضيوف، الله ممكن يقدر ان هو يعني يقدر بس الراحة كده يشيل، يفتح زي الباب او يشيل شنط وحاجات تانية برضو، ممكن يكنس أو يلمع الحاجات يلمع مثلا مكتبة أو حاجات شبه كده يعني. طبعا ده التطوير بتاعه في يوم من الايام بقى هيخليه يدخل المطبخ يطبخ. ها هو برضو احنا عندنا الكاميرا بيبدأ يعرف بيها الناس، يعني هو يبقى عارف الشخص اللي صاحب البيت أو الجست اللي جاي، هيبقى ممكن يعرف اسمه ويتكلم معاه وكده. الله، يعني كمان يسلي الضيف على ما صاحب البيت يطلع له. ايوه يفتح له بالظبط، يفتح. ايوه لا ده لا، انا عاوز اقول لك حاجه يا دينا، انت كده عاملين روبوت بمواصفات مصريه قوي يعني. لا يعني اكيد، هو يقدر يتعامل مع اكيد الجست وكده. اكيد، مامة حضرتك والامهات ليهم دور في الموضوع ده يعني. احنا نفسنا بقى والله في روبوت هي في البيت يساعدنا. يعني هم لو شافت الروبوت ده اي ام من امهاتنا يعني هتبقى فرحانه بيه قوي. طبعا طبعا، ده فرحانين بيهم، ده دلوقتي هيجي عليه طلبات في مصر كلها. طبعا انا بقول لحضراتكم ده الروبوت اللي حضراتكم شايفينه ده نموذج اولي، لانه صناعه الروبوتكس في العالم بشكل عام هو علم جديد وبيبدا. ف يمكن هو شكله كده دلوقتي وامكانياته كده، بس يمكن بعد 10 سنين دول يعني حضراتكم مش متخيلين ده ممكن يعمل ايه، لانه القادم في العالم كله هو صناعه الروبوتكس، ولان الروبوت هيبقى معانا في كل مناحي الحياه. دينا اخدت وقت قد ايه في الصناعة؟ يعني اخدت وقت قد ايه وقت في ان انتوا تعملوا هذا النموذج؟ هو ممكن بس بقية التيمز بتاعتنا تتكلم مع حضرتك يعني. يلا أنا هدي ال اديني فرح، يلا اه فرح هدي جنبك، فرح يلا فرح، اه هدي حضرتك يلا اتفضل. بينا يا فرح. اهو بيدولها ال اهو يلا فرح، سمعنا؟ سامع ازيك يا فرح؟ مبروك يا فرح، تمام، الله يبارك في حضرتك. مبروك. علي صوتك كده يا فرح، قول لنا يا فرح اخدت وقت قد ايه في صناعة الروبوت ده؟
هو احنا بنشتغل على البرمجة اكتر، يعني احنا الشغل كله كان برمجة اكتر ما هو صناعة، يعني انتوا كل برمجة ال مش ميكاترونكس اكتر، بتعملوا احنا تمام. مش ميكاترونكس. تمام. ففي البرمجة عملتوا ايه؟ اخدتوا وقت قد ايه في عمل البرمجة للروبوت ده؟ هو احنا شغالين عليه من اول شهر فبراير لحد حرفيا اخر وقت المسابقة، وهو في المسابقة ذات نفسها في كل يوم، المسابقة كانت على مدار أسبوع، كل يوم كان بيطلب منا زي تاسك معين نعمله، فكان كل تيم ممكن هو يشتغل على برمجة الروبوت ده عشان يأدي غرض التاسك المطلوب منه، فساعات البرمجة يعني كانت بتحصل ليلتها، بس التدريب على البرمجة ذات نفسها كان أخذ مثلا بتاع 3 شهور قبل المسابقة مثلا. يعني حاجة جميلة فرح. ما تدي بقى ادي يعني، خلينا نتكلم مع عمرو كمان. عمرو جنبك؟ عمرو جنبي، طيب دي تمام، ممكن. هدي لحضرتك. يا ريت. نرو يا عمرو، ازيك ومبروك. الزهر انا جايبه، الله يبارك في حضرتك، الله يخليك. عاوز اقول لك، عاوز اسالك سؤال يا عمرو. احنا دايما ايه، لما بندخل مسابقات عالمية زي كده فبنعرف مستوانا بجد كمصريين. يعني انت داخل دلوقتي منافسة مع يابانيين وصينيين ومن كل دول العالم، اللي بيقولوا ان هم ابطال العالم او اللي عندهم نماذج يعني وجامعات كبيرة في العالم. امتى حسيت ان انت على درجة قوية من المنافسة وانك ما تقلش عن اي حد من دول، والحمد لله ربنا وفقك واخدت الذهب؟ هو انا حسيت الاحساس ده لما كان الفرق بتتفرج على الترايلز بتاعتنا وتشوف اصلا الروب بتاعنا كان شغال ازاي. كانوا بييجوا يسالونا، طب انتوا الموضوع ده عملتوه ازاي؟ الموضوع ده كان واقف معانا، يعني حليتوا الموضوع ده ازاي؟ ده طبعا كان بفضل يعني التدريب اللي احنا خدناه. احنا قعدنا تقريبا 3 شهور قبل المسابقه عشان نروح قالي تاني. كنا بنتدرب، كان اصلا اكاديميه موفره لنا يعني من احسن الدكاتره في العالم اللي كانوا بييجوا يدوا لنا سيشنز، يعني كانوا بيدربنا كويس. فالكلام ده كنا بنعرضه بشكل كويس قدام الفرق التانيه، هم كانوا بينبهروا باللي احنا بنعمله. بس دي حاجة بسطتنا قوي، خلتنا يعني تدينا دفعة فانت في انت نفسنا أكتر. حسيت ان انت الحمد لله، يعني ان شاء الله يا باشمهندس، حسيت ان انت على قدر كافي من التعليم يخليك تواجه اي حد في العالم، انك الحمد لله متعلم كويس. مظبوط، بالظبط، يعني ما حسيناش إن إحنا أقل من حد في حاجة يعني. طيب خلينا اقول لك حاجة، خلينا نشوف المهندس محمد سعيد معاك ولا لا. معايا، اتفضل. طب يا ريت نوصل له التليفون عشان نتكلم معاه. تمام، هو أنا معايا. معالي مهندس محمد سيد، هو مهندس بكلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية للعلوم مساء الخير. والتكنولوجيا فرع العالمين. و باشمهندس حضرتك معانا، مهندس محمد. ايوه مع حضرتك، مساء الخير. مساء النور. باشمهندس احكي لي دور حضرتك ايه في المشروع او مع التيم نفسه؟ احنا ممكن نبدأ القصة كده من بداية يعني العالمين الجديدة والأكاديمية البحرية وكلية الذكاء الاصطناعي بالأخص، يعني في الأكاديمية في العالمين الجديدة. يعني بداية من كلية الذكاء الاصطناعي ما بدأت، وكان في يعني خطة من التيم ده من كلية ذكاء صناعي في العالمين الجديدة كمان، يعني مش هو مش بالظبط. فرع الأكاديمية في الإسكندرية أو في القاهرة، يعني دي بالظبط، يعني بشاير كلية الذكاء أول الاصطناعي ذهبية تطلع من العالمين الجديدة. بالظبط. هو يعني كلية هندسة، لا، من اسكندرية، من أبو قير. كلية الذكاء الاصطناعي من العالمين من الجديدة. العالمين الجديدة. بس هي الفكرة، هي الفكرة إن يعني بداية الموضوع كله إن كلية الذكاء الاصطناعي بدأت تعمل لاب، هو أحدث لاب روبوتكس موجود في الشرق الأوسط كله. يعني الروبوتات اللي موجودة في كلية الذكاء الاصطناعي في العالمين الجديدة هي أحدث روبوتات معمل موجودة في الشرق الأوسط. متخصص في فبدأت حتى صناعة الروبوتكس بشكل عام، ها؟ في الروبوتكس بشكل عام، بالظبط تمام. كده. فبدأت يبقى عندنا، نعرف إن بقيت كمان كليات الأكاديمية تعرف تشارك وتشتغل على الروبوت، على الروبوتس دي، وخصوصا كمان طلبة كلية الذكاء الاصطناعي. فبدأ اللي احنا يبقى عندنا النواة اللي احنا طلبة تبتدي تشارك في مسابقات الجامعات في الروبوتكس. يعني كانت بداية باشمهندس كريم يسري، باشمهندس كريم يسري اللي كان بيكلم حضرتك أول واحد، هو المسؤول أصلا عن الريجين كلها بتاعت الروبو كاب في الشرق الأوسط، وكان عنده الخطة دي واضحة. وكان بداية بقى مع دكتور أستاذ دكتور علي فهمي كلية الذكاء الاصطناعي، وأستاذ دكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية. كان في خطة واضحة ان احنا يبقى عندنا روبوتكس لاب كامل تقدر الطلبة كلها بتاعت الأكاديمية وبتاعت كلية الذكاء الاصطناعي في العالمين الجديدة تشارك فيه بأحدث الروبوتات اللي موجودة في العالم.
وتقدر تستفاد منه في كل المجالات، سواء طلبة هندسة قسم ميكاترونكس وميكانيكا وحاسبات كلية ذكاء اصطناعي، لوجود اللاب نفسه كلية ذكاء اصطناعي، بلس ان في يعني لاب كمان روبوتكس هيبقى احدث من اللي موجود، هيبقى يعني لاب موجود منه واحد بس في امريكا، وهيبقى تاني لاب يتعمل هيبقى موجود في كلية ذكاء اصطناعي في مصر في العالمين الجديد. فاحكي لي بقى عن ظروف يعني هو المسابقة نفسها بتبقى متخصصة في البرمجة بس ولا ميكاترونكس كمان؟ يعني لا التيم هو اقول لحضرتك اتفضل. المسابقة بتبقى متقسمة اولا طلبة المدارس زي باشمهندس كريم ما قال، وثانيا بقى طلبة الجامعات. طلبة الجامعات نفسها بيبقى في كذا كاتيجري كمان. الكاتيجري اللي احنا فيها دي اسمها روبو كاب ات هوم. روبو كاب ات هوم دي المفروض ان هم الطلبه بتشتغل على روبوت بيبتدي يساعد في حاجات البيت، زي اللي هو يقدم الضيوف، يقعدهم في اماكن، مثلا لو انا عامل بارتي او حاجه وبستقبل ضيوف في البيت فيشوف الاماكن الفاضيه، يسالهم عن الفيفوريت درينك بتاعهم فيروح يجيب لهم حاجه يشربوها، اقول له مثلا يشيل الشنطه ويجي يوصلني لغايه العربيه فيجي الله، ورايا ده لغايه جميل قوي العربيه. دي ده يا كانت باشمهندس، تاسكات ده جميل قوي ده. بالظبط، يعني دي كانت التاسكات اللي الشباب عملوها حتى في المسابقة يعني. هل الروبوتات ده اسمه المنافسة، روبو كاب اتوم. عاوز فالطلبة دي أسأل حضرتك، هل الروبوتات اتفضل. المنافسة هي برضو لازم يكون فيها نفس المواصفات دي؟ انا اسف من سامع حضرتك. يا هل المشاريع المنافسة اللي احنا قدامنا مشاريع من 45 دولة لازم يكون فيها نفس تمام. المواصفات دي، ان هو بيساعد في الاعمال المنزلية، يستقبل، يعني هو محطوط له بص مواصفات محددة يعني. اقول لحضرتك يعني اللي كان بيحصل في المسابقه بالظبط، اللي احنا كل يوم الساعه 4 بيبقى في ميتنج او كوتش ميتنجز، بيقعدوا الكوتشز والتيم ليدر لكل تيم مع اللي منظم المسابقه، بيبتدي يديهم تاسك الساعه 4 المغرب يشتغلوا عليها لغايه تاني يوم. مثلا يعني سي تاسك اللي هو في ضيوف هيجوا لي البيت، فانا عايزك تستقبلهم، تاخد اسمهم، تقعدهم، وتيجي تقول لي مين اللي جه، يا سلام. يعني تيجي لي المكان اللي انا قاعد فيه تقول لي مين اللي الله. جاك. فالتاسك دي كانوا بياخدوها من الساعه 4 المغرب يشتغلوا عليها لغايه تاني يوم الساعه 9 الصبح. يعني فعلا احنا الطلبه الناس اللي معانا دي ما نامتش يعني لمده 5 6 ايام او اسبوع، كل يوم كانوا بيناموا ساعه تقريبا او ساعتين بالتناوب، عشان خاطر ياخدوا التاسك الساعه 4 المغرب ويقعدوا شغالين عليها لغايه تاني يوم الساعه 9 الصبح عشان يحاولوا يسلموها. فطبعا التاسك دي بتبقى على كل الناس في نفس الوقت، بتبقى بتتبلش في نفس الوقت، بتتقال لكل الناس في نفس الوقت عشان يبتدوا يشتغلوا عليها، فيبقى الموضوع فيه مساومة بينهم يعني. يعني أنا بشكرك جدا يا باشمهندس، وألف ألف مبروك لأبطالنا، أبطال مصر اللي أخدوا ذهبية العالم في منافسة روبو كاب زي ما حضراتكم شفتوا، الأول والخامس على مستوى العالم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وأيضا على مستوى المدارس حققنا المركز الأول. يعني حاجة، يعني إيه الجمال ده؟ إيه يعني إيه الحلاوة دي؟ إيه حلاوة بلدنا وإيه حلاوة ناسنا اللي قدروا إن هم يتفوقوا على 45 دولة على مستوى العالم بإمكانياتنا؟ بس الحمد لله، طول ما عندنا شغف وعندنا حب وحماس إن إحنا يعني نرفع علم مصر في كل حتة في الدنيا، فحتى لو بإمكانيات بسيطة نقدر ننتصر إن شاء الله. بعد الفاصل هنرجع تاني نكمل حكاياتنا.